شهر رمضان هو أكرم شهور العام لدى المسلم، لذا كل ما يشغل باله هو الأمور التي تختص بالعبادة من صوم وصلاة وخلافه. ومع هذا هناك بعض المعلومات الخاطئة تماماً عن أمور تتسبب في إفساد الصوم. في هذا الفيديو سنعرض أهم تلك المعلومات وما هو الحكم الديني الصحيح لها. واحدة من تلك المعلومات الخاطئة هي ظن الإنسان أنه بخروج الدم من أي مكان بالجسم. هذه معلومة خاطئة تماماً، فحسب فتوى دار الإفتاء السعودية فإن نزيف الأنف لا يتسبب في الإفطار طالما لم يتم الأمر عن عمد، وحتى إن بلعه الصائم عن غير قصد فيبقى صيامه صحيحاً. أيضاً يظن البعض أن إجراء فحص الدم خلال الصيام يبطل الصيام، إلا أن الصحيح أن أخذ عينة من الدم لا تتسبب مطلقاً في الإفطار، وهو ما أكدته دار الإفتاء السعودية، لذا لا ينبغي على الصائم تأجيل فحص الدم خوفاً من أن يفطر. أيضاً لا يعد غسل الأسنان بالمعجون من المفطرات، فطالما ابتلع الماء عن غير عمد فصيامه يبقى صحيحاً، وهو ما أباحته أيضاً دار الإفتاء السعودية، ولكن يفضل استخدام كميات أقل من الماء والمعجون كي لا يتم ابتلاعهم سهواً. أما عن الذين يستخدمون قطرة العين لأسباب طبية، كان كثيراً منهم يتحمل الألم خشية أن تكون قطرة العين من المفطرات، إلا أن الشيخ ابن باز أفتى بالسماح للشخص المحتاج لاستخدام قطرة العين باستخدامها دون شروط. أيضاً هناك البعض يضطرون لاستخدام الكحل لأسباب طبية، ومع هذا فهم يمتنعون عنه خلال الصيام ظناً منهم أنه يبطل الصوم، إلا أن الشيخ ابن باز أباح في فتوته باستخدام الكحل دون شروط لأنه لا يفسد الصيام. أيضاً لا تعد قطرة الأذن من المفطرات، وهو ما أكدته فتوى الشيخ ابن باز حيث أباح استخدامها خلال الصيام. أما بالنسبة لبخاخات الربو فهي أشد ضرورة، حيث يستخدمها مرضى الرئتين والشعب الهوائية، ونظراً لأنها تصل للجهاز التنفسي وليس للمعدة فقد أباح كل من الشيخ ابن باز ومقبل باستخدامه طالما كان ضرورياً في علاج أمراض الصدر ونوبات ضيق التنفس الطارئة. كما نجد الكثير من الصائمين يمتنعون عن التطيب أو استخدام العطور إلا بعد الإفطار، مع العلم أن استخدام العطور الزيتية مباح خلال الصيام، وإنما المكروه هو العطور الكحولية، وقد أفتى ابن باز بجواز استخدام العطور الزيتية خلال الصيام. وبالنسبة لخلع الأسنان فالأمر عموماً ليس محرماً ولا يعد من المفطرات، ولكن في حال دخل للجوف ماء أو دم فيفسد الصيام، لذا ينصح بتأجيله لما بعد الإفطار، ومع هذا فإن حدث ينصح باستكمال الصوم لبقية اليوم احتراماً لحرمة الشهر. أيضاً كل ما يصل للجسم دون الجوف كالمراهم والدهانات لا تعد من المفطرات، لذا مباح استخدامها في الصيام. وأخيراً الجماع، حيث يعد من المفطرات بكل لتأكيد، إلا أن المباح به هو الملاطفة والتقبيل، فهما ليس من المفطرات طالما لم يتم الجماع الكامل بين الرجل وزوجته، ولكن يفضل تجنبها خوفا من نزول شيء من المني على الرجل أو المرأة، خصوصا لسريعي الشهوة وتأجيل الأمر لما بعد الإفطار. كان هذا كل شيء. أتم الله علينا وعليكم الشهر الكريم باليمن والبركات، وتقبل منا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا ومعلمنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.